لسنا في قاعة رياضية وإنما في صف مدرسي في مهنية فالوري في روما، حيث يسهم ركوب الطلاب للدراجات في إنتاج جزء من الكهرباء الضرورية للمدرسة. لنقل أن صفاً ما بحاجة إلى مشاهدة فيلم فيديو مدة نصف ساعة. المشغل الكهربائي للفيديو يستهلك 200 واط من الكهرباء في هذه المدة. عندها سيطلب الأستاذ من التلاميذ إذا كان لديهم هذه الكمية، فيقترح التلاميذ ما لديهم من كهرباء متوفرة ضمن بطاقتهم للطاقة. تدخل هذه البطاقة في عداد وتشرج مع كل تحريك لعجلات الدراجة، والجميع مرحب بمشاركته. وغداة استطلاع الرأي عن عودة إنتاج الطاقة النووية في إيطاليا، والتي وقف 75% من الإيطاليين ضدها، تهدف هذه المبادرة إلى بث الوعي عن أهمية الطاقة المتجددة. هذا المشروع يهدف إلى نشر طريقة استهلاك صالحة للطاقة، ولذلك نأمل من الذين يأتون لركوب الدراجات هنا أن يخرجوا وهم متنبهون إلى كيفية استهلاك الطاقة وإعطاء الطاقة المتجددة فرصة لتثبت نفسها. ينغمس الطلاب منذ سنتين في هذا المشروع والنتائج جلية. بفضل هذا المشروع ونتيجة قوة الأشياء، فهمت ما هي قيمة الواط الواحد، وصرت أتنبه في المنزل أو خارجه، وأيضا صرت أقلل من استعمال السيارة لصالح وسائل النقل العام. كل دراجة تنتج 100 واط في الساعة كمعدل وسطي، هذا فضلاً عن مساهمتها في الحفاظ على الرشاقة.